بالأمس أعلنت أبل عن تحديثات لأجهزة الماك بوك برو 13 إنش وأجهزة الماك بوك برو 15 إنش اللي تجمع التاتش بار، وهي شاشة اللمس اللي تجي أعلى الكيبورد. التحديث ما في أي تغيير من ناحية التصميم الخارجي، ما زالت تجي بنفس الألوان، اللون الرمادي واللون الرمادي الغامق، لكن التغيير فقط في المواصفات الداخلية واللي بستعرضها معكم بعد شوي. بالإضافة إلى هذا، فما أعلنت أبل عن أي تحديثات لأجهزة الماك بوك إير أو أجهزة الماك بوك 12 إنش أو جهاز الماك بوك برو 13 إنش اللي يجي بدون التاتش بار أو شاشة اللمس. من ناحية دقة الشاشة فما في أي فرق، كنت أتمنى أنهم يزيدون دقة الشاشة لكن للأسف ما زادوها، لكن أضافوا تقنية ترو تون تكنولوجي اللي موجودة في أجهزة الآيباد برو وأجهزة الآيفون إكس، واللي راح تخلي الشاشة مريحة للعين أكثر. من ناحية الصوت، فالسماعات اللي موجودة في أجهزة الماك بوك برو 2018 أفضل بشكل كبير من اللي كانت موجودة في موديلات 2016 و2017 بحسب المراجعات اللي أنا شفتها. من ناحية الكيبورد، بحسب كلام أبل أنها راح تكون أهدى في الكتابة من اللي كان موجود في الأجيال السابقة، لكن أيضا بحسب المراجعات اللي أنا شفتها ما فيها ذاك الفرق الملحوظ. ولا ذكرت أبل هل حلوا مشكلة الكيبورد في أجهزة الماك بوك برو 2018 واللي كانت تعاني منها الأجيال السابقة من أجهزة الماك بوك برو. الإضافة المهمة من وجهة نظري هي المعالج الجديد أو الجيل الجديد من معالج أبل T2 تشيب، فالآن أصبح مسؤول عن الكاميرا وعن الصوتيات وراح يعطي أمان أكبر للسيستم، وأيضا أصبح مسؤول عن تشفير الهارد ديسك، وأيضا أصبح يدعم هي سيري. في أجهزة الماك بوك برو 2018 مجرد أنك تقول هي سيري راح تنفذ الأوامر اللي أنت تبغاها بدون الحاجة للضغط على الكيبورد، وهذه الميزة كانت متوفرة فقط في الآي ماك برو في السابق. وأيضا أجهزة الماك بوك برو 2018 تدعم البلوتوث 5 واللي يعطيك مدى أبعد وسرعة أعلى. بالنسبة لأجهزة الماك بوك 13 إنش فتأتي بمعالج i5 الجيل الثامن من إنتل رباعي النواة، في الأجيال السابقة كان ثنائي النواة، فالآن السرعة راح تكون أعلى، وطبعا يأتي بمواصفات أعلى لكرت الشاشة المدمج، وأيضا 8 جيجا رام لو باور دي دي ار 3 مثل ما كانت موجودة في الأجيال السابقة، ما في أي تغيير على الرام. سعره 8339 لحجم الهارد ديسك 512، وفيه أيضا بسعر 7500 لحجم الهارد ديسك 256. بالنسبة لجهاز الماك بوك برو 15 إنش فالآن المعالج هو الجيل الثامن من إنتل لكنه سداسي النواة i7 أوبرسور. فيه فرق بسيط بين الموديلين من ناحية المعالج ومن ناحية كرت الشاشة، لكن المهم أنه الآن الماك بوك برو 15 إنش يأتي برام DDR4، فهذه الرامات ما فيها ميزة المحافظة على الطاقة، لذلك أبل زادت سعة البطارية، والأسعار زي ما احنا شايفينها الآن من غير الضريبة. وتقدر لو حبيت أنك تزيد مواصفات 15 إنش أنك تأخذ i9 بروسيسور وتأخذ أيضا 32 جيجا رام وأيضا تأخذ 4 تيرا بايت SSD هارد ديسك، فالآن راح يكون معك الماك بوك برو 15 إنش بسعر 28,000 درهم من غير الضريبة. نص هذا السعر بسبب الهارد ديسك، لأنك لو اخترت الآن 512 جيجا الهارد ديسك فراح ينقص السعر إلى 14,000. هل هذا السعر 14,000 يسوى للهارد ديسك الداخلي؟ في الحقيقة لا، لأنك أنت تقدر تشتري هارد ديسك خارجي مثل اللي احنا نشوفه الآن من سامسونج بسعة 2 تيرا سعره ما يتعدى $700. صحيح أنه في فرق من ناحية السرعة، لكن 14,000 لهارد ديسك بصراحة غير مقبولة أبدا. وأعلنت أبل عن كرت شاشة خارجي بالتعاون مع شركة بلاك ماجيك، فهذا عبارة عن كرت شاشة خارجي تشبك عن طريق الثندر بولت 3 اللي موجودة في أجهزة الماك بوك برو للناس اللي حابين انهم يستخدمون الماك بوك في الالعاب وايديتنج الفيديو وغيرها. وايضا اعلنت عن حافظات لاجهزه الماك بوك برو 13 انش و15 انش وايضا 12 انش واللي تجي بالثلاث الوان اللي احنا شايفينها الان. نجي الان للسؤال المهم، هل اجهزه الماك بوك برو 2018 تستاهل الشراء ولا لا؟ لو كان عندك جهاز ماك بوك برو 2016 او 2017 انا ما انصحك انك تشتري هذا الموديل. لو كان عندك موديلات اقدم فاكيد انك انت راح تلاحظ فرق كبير في الاداء لو اخذت اجهزه الماك بوك برو 2018. من ناحيتي انا كنت اتمنى انه يكون في تغيير في الشكل الخارجي، لكن انا متاكد انه ما راح يكون اي تغيير في الشكل الخارجي حتى 2020، لانه سياسه ابل انها تغير تصميم الماك بوك برو كل 4 سنوات. من ناحيه المواصفات الداخليه انا اشوف انها ممتازه، والاسعار ما زالت محافظه على الاسعار السابقة.
الحاجة اللي مهمة الآن إنه أي واحد حاب إنه يروح يشتري أجهزة ماك بوك برو إنه يتأكد إنه ياخذ 2018، لكن لو كان اللي موجود في السوق أو اللي عرض لك البائع موديل 2017 فتأكد إنه في خصم كبير، لأنه حرام إنك أنت تشتري موديل 2017 بسعر 2018. هذا اللي أنا حبيت أوضح لكم اليوم. لو كان عندكم أي سؤال أو استفسار لا تسألوني على حسابي في سناب. لا تنسون تشتركون بالقناة ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.